طالبة درسنا لهذا اليوم الوحدة الجديدة الوحدة السادسة القراءة المد والجزر. أهداف درسي لهذا اليوم توقع من الطالب أو الطالبة أن يقرأ النص قراءة صامتة للتعرف على المعنى العام للنص، بمعنى وأنا أقرأ يجب أن أفهم وأستخرج عن ماذا يتحدث درسي، ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه النص، ثم أقرأ القراءة الجهرية السليمة التي تكون معبرة مستخدمة مراعيا علامات الترقيم التي يقصد بها النقطة أقف والفاصلة. المد والجزر Tides. سأقوم بتأجيل رحلة الصيد في هذه المرة. هل ذلك بسبب المد والجزر أيضاً؟ نعم، فلم أتمكن من الصيد في المرة السابقة. ما هو المد والجزر الذي سيمنعنا من الصيد يا أبي؟ هو ارتفاع مستوى البحر وانخفاضه بسبب جذب القمر والشمس. يمكنك أن تريه الصور التي قمت بتصويرها في رحلة الصيد السابقة ليتعرف أكثر على ظاهرة المد والجزر. أرني إياها يا أبي. هذه صورة تبين حدوث ظاهرة الجزر، وهذه الصورة تبين حدوث ظاهرة المد. إنها صورة رائعة يا أبي، ولكن هل تؤثر الجاذبية على مستوى سطح البحر؟ نعم، فهناك عاملان يؤثران على قوة الجاذبية، هما كتلة الأجسام والمسافة بين الأجسام، فكلما زادت الكتلة زادت قوة التجاذب، وكلما زادت المسافة قلت قوة التجاذب. ولكن كيف تؤثر جاذبية القمر على مستوى سطح البحر؟ في المنطقة التي يتقابل فيها القمر مع الأرض، تعمل قوة جذب القمر على سحب المياه باتجاهه، فيرتفع مستوى المياه، وتسمى هذه العملية بالمد، كما يرتفع مستوى الماء في الجانب المقابل. ولكن أين ذهبت المياه في هذه الصورة؟ انخفضت بسبب الجزر. وأين يحدث الجزر؟ يحدث الجزر عند المناطق التي لا يتقابل فيها القمر مع الأرض، ولا تكون على الجانب المقابل. إذن تؤثر الشمس على المد والجزر أضعاف تأثير القمر، لأن كتلتها أضعاف القمر. ليس الأمر كذلك، فرغم أن الشمس كتلتها أكبر بكثير من القمر، فإن تأثيرها يعادل نصف التأثير الذي يحدثه القمر بسبب بعدها الكبير عن الأرض. وكيف يظهر تأثير الشمس على المد والجزر؟ عندما يصطف القمر والشمس والأرض، يبلغ المد أقصى ارتفاع، ويبلغ الجزر أدنى مستوى، ويتسبب في ذلك أن قوة جذب القمر تضاف إلى قوة جذب الشمس، ويسمى هذا النوع بمد الربيع. ولكن ماذا يحدث لو كان القمر والشمس في زاوية قائمة مع الأرض؟ عندما يشكل القمر والشمس زاوية قائمة مع الأرض، يحدث العكس، فيبلغ المد أدنى ارتفاع، ويبلغ الجزر أقصى ارتفاع، والسبب في ذلك أن قوة جاذبية القمر تكون معاكسة لقوة جاذبية الشمس، ويسمى هذا النوع المد المنخفض. هل فهمت الآن يا بني ما هو المد والجزر؟ نعم يا أمي، لقد تعرفت اليوم على مفهوم المد والجزر، هو ارتفاع مستوى البحر وانخفاضه بسبب جذب القمر والشمس. الشمس لها تأثير على المد والجزر، يظهر في المد المنخفض ومد الربيع. طالبتي العزيزة، نبدأ درسنا بالتهيئة في عرض هذا الفيديو الذي سيساعدك بالاستمتاع أولاً، ثم تستطيعين أن بعد أن تشاهدي أن يتكون عندك فكرة عن درسنا لهذا اليوم، وما هي الظاهرة الطبيعية التي تحدث وكيف تحدث وما هي فوائدها للإنسان وفوائدها للطبيعة.
أرجو الاستمتاع والتركيز على أحداث الفيديو. بعد مشاهدتنا للعرض، أرجو الاستمتاع إن شاء الله، واستطعت يا طالبتي العزيزة أن تأخذي فكرة عن ما هو مضمون درسي لهذا اليوم، وهو تفسير ظاهرة طبيعية. إذن سيتضمن درسي لهذا اليوم ظاهرة طبيعية تحدث في الكون يوميا. سأتعرف من خلال درسي وفقراته عن كيف تحصل هذه الظاهرة، ما هو تأثيرها على الطبيعة وعلى الإنسان إن شاء الله من خلال فقرات. نبدأ الفقرة الأولى. إذا ضعي جانبا في المقدمة، مقدمة الدرس، جانب اكتبي الفقرة الأولى. لا شك أنك ذهبت إلى البحر ولاحظت أن المياه تعلو فتغطي الشاطئ أحياناً وتتراجع وتنحسر أحياناً أخرى، وهذا ما يعرف بظاهرة المد والجزر. فالمد هو وصول المياه إلى أقصى حد يغطي شاطئ البحر. الآن ضعي خط من كلمة فالمد، هنا أداة الربط الفاء، ضعي خط من هنا وأكتبي تعريف المد. فالمد، ضعي خط ثم اذكري بأنه تعريف المد فوق. ما هو المد؟ فالمد هو وصول المياه إلى أقصى حد يغطي شاطئ البحر. أما التعريف الآخر، الآن ضعي خط آخر ودائرة حول الجزر. لا تقولين الجزر، الجزر هنا نوع من الخضروات، أما هنا الجزر. انظري إلى الزاي ساكنة، منطق الجيم مع الزاي كمقطع، الجزر. فهو تراجع المياه عن الشاطئ حتى يصل إلى أبعد نقطة عنه. إذن هنا في الفقرة الأولى استطعنا أن نعرف ما هي الظاهرة المد والجزر. المد مضادها الجزر، المد وصول المياه، أما الجزر فهو تراجع المياه عن الشاطئ حتى يصل إلى أبعد نقطة عنه. لدينا هنا مرادف كلمات، تعلو، ترتفع، تنحسر، تقل. إذن هنا الفقرة الأولى انتهت من الدرس بتعريف ظاهرة المد وظاهرة الجزر. ننتقل إلى الفقرة الثانية. كل فقرة نطلع منها بمضمون لمحتوى الفقرة. تبدأ فقرتنا من كلمة تنشأ ظاهرة المد والجزر. الآن نأتي لنتعرف كيف تحصل هذه الظاهرة. إذن تنشأ بمعنى تحدث. من هنا نبدأ بالفقرة الثانية. تنشأ ظاهرة المد والجزر نتيجة لقوة جاذبية الشمس والقمر لمياه البحار والمحيطات. الآن لدينا فاصلة منقوطة، ضعي عليها دائرة كما تعلمنا. لماذا؟ لأنها تدل على قبلها نتيجة وما بعدها يكون سبب. إذا نتيجة قوة جاذبية الشمس والقمر لمياه البحار والمحيطات، ضعي خط اكتبي نتيجة، ولأن ضعي عليها دائرة اكتبي أدوات ربط سببية، أداة ربط يدل على السبب، ولأن القمر أقرب إلى الأرض. إذا هنا كان السبب، إذا هناك النتيجة ثم السبب، فتأثير جاذبيته يكون أكبر رغم صغر حجمه. نأتي إلى النتيجة، هو يكون أكبر رغم صغر
حجمه اكتبي نتيجة الفاصلة المنقوطة ضعي عليها دائرة، لذلك اكتبي أيضا أداة ربط سببية، فإن جاذبية القمر هي أهم عامل في حدوث المد والجزر. إذن هنا أيضا لدينا جملة أخرى تدل على السبب والنتيجة. وبذلك فإن حركة المد والجزر هي حاصل النشاط المشترك بين القوتين السابقتين. ما هي؟ قوة الجذب والقوة المعاكسة لها في الاتجاه. هنا يأتي تكاملنا مع درس العلوم اللي نتحدث فيها عن أمور الطبيعة، قوة الجذب والقوة المعاكسة لها في الاتجاه. إذن إلى هنا تنتهي الفقرة الثانية. تعرفنا من خلال هذه الفقرة من هو الكوكب الذي تنشأ ظاهرة المد والجزر الذي يؤثر على هذه الظاهرة. إذن أيضا حددنا في فقرتنا هذه الفاصلة المنقوطة، استخرجنا جمل النتيجة والسبب التي تسبق الفاصلة المنقوطة، النتيجة وبعدها السبب، وطبعا أحيانا تتغير حسب معنى الجملة. حددنا أيضا أدوات الربط التي نستخدمها في النصوص التفسيرية، وهي أدوات الربط لذلك ولأن لتفسر الظاهرة. ننتقل إلى الفقرة الثالثة من النص. تبدأ هذه الفقرة من ويحدث المد. إذن هنا ضعي الفقرة الثالثة. ويحدث المد والجزر مرتين كل يوم، مرة كل 12 ساعة، لأن أجزاء سطح هنا لأن ذات ربط، لأن أجزاء سطح الأرض تمر أثناء دورتها أمام القمر. فيحدث الفاء هنا أداة ربط تعرفنا عليها مسبقا. فيحدث المد في الأماكن المواجهة للقمر. الآن ضعي خط من كلمة يحدث المد في الأماكن المواجهة للقمر، ثم لا يلبث أن يحدث الجزر عندما تبتعد هذه الأماكن عنه. إذن عندما يكون القمر مواجه إلى أجزاء سطح الأرض سيحدث المد، أما عندما يبتعد فتحدث ظاهرة الجزر. إذن هنا الفقرة الثالثة للنص. كيف يحدث المد؟ هنا شيء مهم جدا، خط مهم. يحدث المد متى؟ في الأماكن المواجهة للقمر. مواجهة يعني مقابلة، تقابل القمر. واضح عزيزتي؟ نصل إلى الفقرة الأخيرة من درسنا. أقلب الصفحة، صفحة 122. الآن تعرفنا كيف تحدث، كم مرة تحدث، تعرفنا ما هو الكواكب التي تؤثر على حدوث المد والجزر، عرفنا ما معنى المد، عرفنا ما معنى الجزر. الآن نأتي نلاحظ هل لهذه الظاهرة الطبيعية فوائد؟ سنستخرجها من هذه الفقرة إن شاء الله. إذن ومن فوائد حركتي، لماذا قلت حركتي؟ لأن المد والجزر، المد والجزر، هنا الواو واو العطف أو الواو أدوات الربط، إنها تعمل على تطهير مياه سطح الأرض. تطهير يعني تنظيف. إذن هنا نكتب عامل، فوائد عامل للبيئة. إذن هنا فوائد المد والجزر بالنسبة للبيئة، البيئة بمعنى الطبيعة يا بنات، البيئة بمعنى الطبيعة. إذن هنا ما هي الفوائد؟ تعمل على تطهير، اكتبي هنا خط، تعمل على تطهير
مياه سطح الأرض. اكتبي هنا فوائد للبيئة، يعني ماذا تستفاد البيئة من هذه الظاهرة؟ من الشوائب. شوائب جمع مفردها شائبة، وهي الشيء الغريب يختلط بغيره. وأكيد هذا المصطلح أخذته تعرفت عليه سابقا في درس العلوم. وكذلك تساعد البحارة في تحديد مواعيد دخول السفن إلى الموانئ التي تقع على المياه الضحلة. هنا نكتب فوائد حركة المد، حركتي المد والجزر للإنسان من ضع خط أسفل جملة. تساعد البحارة، إذا أخذنا للبيئة تطهر تنظف من الشوائب، وهنا فائدتها للإنسان لمن؟ البحارة، وهم من يعملون على السفن. إذا في تحديد موعد دخول السفن إلى الموانئ التي تقع على المياه الضحلة، وذكرنا الضحلة بمعنى مياه قليلة، أقول نهر ضحل، إذا نهر قليل الماء، قل ماءه، قل ماءه، إذا ضحل بمعنى قليل المياه. فعادة ما يختار البحارة الأوقات التي يكون فيها المد مرتفعا للإبحار، حيث لأن السفن تدخل بسهولة إلى الموانئ خلال المد. سهولة سير السفن عندما يكون الماء مرتفع وعالي. الأمر الذي يسهل من عملية النقل البحري بين الموانئ. موانئ جمع، ما هو مفردها؟ هل تستطيعين؟ أي طالبة المبدعة؟ نعم، ميناء. والميناء هو المكان الذي تقف فيه السفن ويكون على البحار أو الأنهار. وكذلك في صيد الأسماك، إذا لدينا فائدة أخرى، حيث يزداد تواجد الأسماك في المناطق الذي يحدث فيها المد والجزر. إذا عندما تكون المياه وفيرة يكثر صيد الأسماك بالنسبة إلى الصيادين، لذلك يقوم الصيادون بمتابعة حركة المد والجزر لزيادة كمية صيدهم للأسماك. لماذا؟ أن الأسماك الصغيرة، من يأكل الأسماك الصغيرة؟ تأكلها الأسماك الكبيرة، لذلك الأسماك الصغيرة تعمل على جذب، تعمل على جذب. هل تستطيعين تقولين ما هو مضاد الجذب؟ تعمل على جذب الأسماك الكبيرة إلى المناطق نفسها، فيستطيع الصياد أن يصيد الأسماك الكبيرة. إذا هنا فوائد أخرى، الأسماك الصغيرة المتواجدة تقوم على جذب الأسماك الكبيرة، وبذلك يتمكن الصياد من اصطياد الأسماك الكبيرة. إلى هنا تنتهي فقرتنا هذه. نأتي إلى الخاتمة. إن المد والجزر تعرفيها، ما هو تعريفها؟ نعم، من الظواهر الطبيعية التي يجب على الإنسان أن يسعى للاهتمام بها وفهم المزيد من أسرارها. انتهى الفقرة الأخيرة من درسنا لهذا اليوم. إذن تعرفنا ما معنى نخرج بخلاصة الدرس، هي الظاهرة الطبيعية، تعرفنا عليها، تعريفها، ما معنى المد، ما معنى الجزر، الجزر، ما معنى متى تحدث، ما هي الأشياء التي تؤثر عليها، ما فوائدها للإنسان وفوائدها للطبيعة. مبدعة، طالبة متميزة، لدينا نشاط
تعرفنا عليه من خلال دروسنا السابقة، لكن نحن دائماً بالإعادة والتكرار. هنا كيف أميز بين نطق حرف التاء والهاء والتاء المفتوحة والتاء المربوطة؟ التاء المفتوحة أعطينا معلومة سابقاً بأنها تأتي دائماً مع الأفعال، أما التاء المربوطة تأتي دائماً مع الأسماء. والفرق بين التاء والهاء، التاء لديها نقاط أما الهاء ليس لها نقاط، وتستخدم دائماً الهاء إلى أحياناً إلى الهاء الغائب، أسمي الهاء الغائب. الآن لا شك أنك ذهبت إلى البحر ولاحظت أن المياه تعلو فتغطي الشاطئ أحياناً وتتراجع وتنحسر أحياناً أخرى، وهذا ما يعرف بظاهرة المد والجزر. الآن اسمعي وركزي جيداً، وهذا ما يعرف بظاهرة، وقفت، ما سمعتي الصوت لصوت التاء المربوطة؟ وهذا ما يعرف بظاهرة. أما لو قلت وهذا ما يعرف بظاهرة المد والجزر فاصلة، فالمد هو وصول المياه إلى أقصى حد يغطي شاطئ البحر، أما الجزر فهو تراجع الماء عن الشاطئ حتى يصل إلى أبعد نقطة عنه. نتذكر ننطقها ماذا؟ ننطقها تاء، ننطقها هاء. من هي؟ التاء المربوطة، يتغير صوتها عند الوقف وعند الوصل. أما الهاء فلا يتغير في الحالتين الوقف والوصل، الوقف تقفين عليها والوصل تستمرين في القراءة، لا يتغير نطقها دائما هو الهاء. نأتي إلى حال التدريب الأول. التدريب الأول تنشأ ظاهرة المد والجزر نتيجة لقوة جاذبية الشمس والقمر. إذن تنشأ، أي خيار؟ تنشأ بمعنى نعم، أحسنتي، تحدث، ممتاز. السؤال الثاني، حدد معاني الكلمات التي تحتها خط حسب السياق الذي وردت فيه في الجمل الآتية. فيحدث المد في الأماكن المواجهة للقمر، المواجهة، نعم أحسنتي، تواجه بمعنى المقابلة. ب، تساعد البحارة في تحديد مواعيد دخول السفن إلى الموانئ التي تقع على المياه الضحلة، نهر ضحل بمعنى قليل المياه أو قل ماؤه. ج، من فوائد حركتي المد والجزر، حركتي لأنه مد والجزر بمعنى للمثنى، أنها تعمل على تطهير مياه سطح الأرض من الشوائب، تطهير بمعنى نعم أحسنتي، تنظيف. هنا بما تكررت في النص مصطلحات علمية، مصطلحات بمعنى كلمات، مصطلحات كلمات تخص ما علمية، تخص بماذا؟ بالكون والطبيعة، تخص بالكون والطبيعة. وهذا هنا تأتي عندنا خاصية التصنيف. عندما أقول معلمة ماذا أقول لها؟ مستشفى، عملية، عيادة، دواء، ولا هذه تخص من؟ نعم أحسنتي، تخص الطبيب. المعلمة ماذا أقول؟ مدرسة، سبورة، قلم سبورة، كراسة، اختبارات، صح؟ إذن هنا نأتي إلى مصطلحات علمية تخص الكون وبما تخص درسنا لهذا اليوم
لدي البحار، هل تستطيعين أن تستخرجي مصطلحات أخرى تخص الكون والطبيعة؟ نعود إلى النص ونستخرج أول شيء هو من العنوان. عنوان درسنا ما هو؟ نعم أحسنتي، المد والجزر، مصطلحات علمية وظاهر ظاهرة طبيعية تحدث بالكون. أيضا نعم مياه ضحلة، نعم مصطلح آخر دوران الأرض، نعم أحسنتي، ورواسب، وموضوعنا عامر بهذه المصطلحات، جزاك الله خيرا. نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. الطالبة الموهوبة والطالبة المبدعة تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال، وأنا واثقة من أنكن جميعكم ستكون الإجابة لديكن جاهزة وسهلة وواضحة. ما اسم الكوكب الذي يؤثر على ظاهرة المد والجزر؟ ارجعي إلى النص، إلى الفقرة الأولى، استخرجي هذه الإجابة لهذا السؤال. نعم أحسنتي، إنها جاذبية الشمس والقمر، ولكن من تأثيره أكبر، الشمس أم القمر؟ نعم إنه القمر. لماذا؟ لأنه جاذبيته أكبر، لأنه أقرب إلى الأرض رغم صغر حجمه. تأثير جاذبية القمر أكبر رغم صغر حجمه، لماذا؟ لأن القمر أقرب إلى الأرض. شكرا، جزاك الله خير، وفقك الله. ننتقل إلى واجب هذا اليوم.